عجز الطبقة السياسية الحاكمة عن تلبية المطالب الشعبية في تشكيل حكومة جديدة وتسمية رئيس مستقل بديل عن رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ساعد على تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في محافظات الوسط والجنوب، خصوصا بعد انتهاء مهلة الناصرية التي حددها المعتصمون في مركز ذي قار من ساحة الحبوبي بعدما أمهلوا مجلس النواب ورئاسة الجمهورية أسبوعا لتحقيق المطالب. انتهت المهلة دون تحقيق شيء يذكر، لتبدأ الناصرية بتصعيد احتجاجاتها السلمية بقطع جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، وسط توافد كبير من المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي تحشيدا لاعتصام مفتوح. إلى جانب ذي قار انضمت بغداد ومحافظات الجنوب، فيما تشير وتيرة الاضطرابات إلى أن حقولا ومنشآت نفطية مهددة بالتوقف على خلفية قطع المتظاهرين الطرق المؤدية إلى حقول الإنتاج الكبرى في محافظات البصرة وميسان والناصرية. من هنا بدأت تزداد المخاوف من انخفاض إنتاج النفط أو توقفه في البلاد التي تعتمد بصورة رئيسية على عائداته، حيث يعد إيقاف إنتاج النفط الخام من حقل الأحدب النفطي الذي تديره شركة البترول الوطنية الصينية CNBC في محافظة واسط واحدا من أخطر ما تشهده البلاد من اضطرابات. وشهدت شوارع العاصمة بغداد وتسعة محافظات جنوبية احتجاجات وصدامات مع قوى الأمن الماسكة للأرض في المناطق التي تشهد موجة احتجاجات في مسعى من المتظاهرين للضغط على الأحزاب والكتل السياسية للإسراع بتشكيل حكومة جديدة. لبرنامج حديث بغداد ندى المرسومي، NBC العراق.